مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. شارك جلال عمارة هذا الستوري من بعد غيابه على مواقع التواصل الاجتماعي لفترة معينة، حيث ما نزل فيديو على يوتيوب لمدة أسبوع كامل، حيث اعتذر من المتابعين وصرح أنه كان مريض لهيك ما تمكن من تصوير فيديوهات. الله يشفيه ويرجع بالسلامة يا رب. نزل كرار السعدي أغنيته الجديدة بعنوان سلطان الجو على قناته على يوتيوب من بعد ما تخطى حاجز 8 مليون مشترك على يوتيوب. ألف مبروك لكرار، الأغنية والفيديو كليب جدا متعوب عليهم. أما بخصوص أغنية رغدة الجديدة، فكشفت رغدة بآخر مقابلة تلفزيونية لإلها أنها راح تكون بعنوان قلق، حيث راح تكون مع مصطفى خالد وراح تبلش تصوير الفيديو كليب بعد أيام. شمسناكي. يلا. في عنا أغنية قلق، إن شاء الله راح يكون تصويرها بعد يومين. أغنية جديدة نازلة مع مصطفى خالد. كثير برضو زي طبيعتي فرفوش الأغنية راح يكون. وأغنية أسامة وغيث مروان راح تتأخر شوي حسب ما صرح أسامة بآخر ستوريات على إنستغرام بسبب مشكلة بالصوت، فشارك أسامة هالستوريات ليوضح أكثر للمتابعين. اوكي يا جماعه، بس حابب اعطيكم ابديت سريع بما انه هذا اكثر مسج عم يوصل لي بالدي امز، اللي هو انه اسامه وين غنيتك انت وغيث؟ يا جماعه الغنيه تقريبا 90% جاهزه، ولكن صار في مشكله باللحن ما كنا شايفينها من قبل، فعم نستنى اللحن. اما اصاله فدائما بتعطي تحديثات بخصوص موعد الولاده على ستوري انستغرام، فنشرت هذا الستوري وكشفت انه ضل فقط 3 اسابيع عن موعد الولاده، فنشرت ام انس هذا الستوري من امام الكعبه المشرفه وكتبت اللهم يسر لاصاله ولادتها في يومها واجعلها في ساعه فرج لا تعب فيها ولا مشقه امين يا رب العالمين. اما نور ستارز فشاركت ستوري من بعد مرضها الاخير كان لانس واصاله بمناسبة تخطيهم لعشرة مليون مشترك على يوتيوب. حابة أقول ألف مبروك لأنس وأصالة، أنا الفترة الماضية كنت غايبة عن السوشيال ميديا، بس حابة عن جد بارك لكم على 10 مليون، عقبال ملايين أكتر ونجاحات أكتر وأكتر. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.